مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا ليبيا، وفيها نتابع: مواطنة ليبية بين الحزن والمعاناة، مطار الكفرة يعاني الإهمال وسط مطالبات بإعادة تأهيله، سيتي سكان لأول مرة في غدامس، دورة تدريبية لأصحاب المشاريع الصغرى في سبعة. ستمائة قنطار من الدقيق تصل لبلدية غات. مسلات المردوم تحاكي الحاضر بروح الماضي. أم محمد مواطنة ليبية تمثل نموذجاً للكفاح والتضحية، ربت أبناءها بعد وفاة زوجها في منزل يفتقر لأدنى مقومات السكن، فعلى الرغم من محاولات لمعالجة الوضع إلا أنها لم تجد من يأخذ بيدها. التفاصيل في التقرير التالي. بداخل هذا المنزل الآي للسقوط تعيش أم محمد رفقة أبنائها الاثنين حياة قاسية بعد أن فقدت زوجها منذ أكثر من 11 عاما ليتركها تصارع الحياة لوحدها دون معيل. أنا طبعا مواطنة ليبية، أرملة لي 11 سنة، أعول وزوزولات، وهذا المسكن زي ما شفتوا أنتم في الصيف نعاني وفي الشتاء نعاني، وتوجهت لجميع الجهات الاختصاص وبلا فايدة. شقوق وتصدعات تملأ حيطان وأعمدة المنزل الذي لا يوقيهم سخونة الصيف ولا برودة الشتاء، والتي أضحت تتساقط أجزاؤه مع كل موعد سقوط أمطار. باش بندير أخي، راضية بما يرضي الله والحمد لله على كل حال. تشوف فيها وضع طوها، احنا عندنا المطر تصب، شفت الحوش على عينك انه كيف غارق بالمية ويصب، وفي الصيف لما تجف السطح يطيح منه ضلفة، لما تصير في الجفاف في الصيف كل مرة تطيح منه ضلفة، والحوشة على عينك الأرواش اللبيبان. والحمد لله مشيت لصندوق الزكاة، مشيت للشؤون الاجتماعية، مشيت لكل الجهات، وهذا صندوق الزكاة 5 سنوات واني ماشية جاي عليهم. الشؤون الاجتماعية توجهت رسالة كذلك لشركة المدار وماشية جاي عليهم، ما فيش حي يرد، استنيها وعيني خير وعيني خير وخلاص. ويوميا يجوا يصوروا في الحوش، عندهم التقارير، ويجي يديروا في بحوث اجتماعية وما فيش فايدة. سنوات وأم محمد على هذا الحال، وتحلم كل يوم بأن يصل صوتها وتجد من يمد لها يد العون قبل فوات الأوان. نادر ممدود، WTV، طرابلس. تعاني صالة مطار الكفرة العديد من المشاكل، الأمر الذي دعا إلى إدارة المطار إلى مطالبة المجلس البلدي بالمدينة لصيانة الصالة القديمة أو استكمال الحديث، على اعتبار أن المطار هو حلقة الوصل الأسرع لهذه المدينة البعيدة في أقصى جنوب الشرق الليبي. تعاني صالة مطار الكفرة جملة من المشاكل، لعل أبرزها عدم وجود شركة نظافة لتقوم بأعمال النظافة الدورية، بالإضافة إلى تهالك سقفها ودورات المياه فيها مع تلف أجهزة التكييف. عندنا مشاكل في صالة الركاب، طبعا التكييف والكهرباء والإنارة، كل مشاكل كلنا نديره في صيانات وحلول بعهدة بسيطة، لكن تو الإنسان اللي مش في الصورة واللي مش ما يشعرش بالمعاناة اللي نعاني فيها نحن. الصالة طبعا برضو في عقد، حتى ما حكتش عليه، صالة الركاب فيها عقد أخرى مع شركة تركية بإنشاء صالة جديدة، هذا قبل الثورة كان، وجات الشركة دارت أساسات. طبعا تيجي برضو نعود للظروف الأمنية، حتى الشركة اللي غادرتها وقاعد مقرها وقاعد الأساسات ما لم يفعل، وما مش حتجي شركات في الوضع هذا. إدارة المطار تشتكي من التجاهل والإهمال وعدم وجود مخصصات مالية لصيانة الصالة أو لاستكمال صالة المطار الجديدة، ويطالبون حتى بلفتة من المجلس البلدي بالمدينة على اعتبار أن المطار هو حلقة الوصل الأسرع لهذه المدينة البعيدة في أقصى جنوب شرق ليبيا.
حسن إدريس لقناة دبليو تي في الكفرة. دعما للخدمات الطبية وسعيا لتطوير المستشفيات العامة، قامت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع إحدى الشركات الطبية بتركيب جهاز التصوير المقطعي المحوسب سيتي سكان ليكون أول جهاز مقطعي بمستشفى غدامس العام منذ افتتاحه. طبعا هذا الجهاز جهاز سيتي سكان او جهاز التصوير المقطعي تم تركيبه حديثا في مستشفى غدامس العام. جهاز حديث يعمل بتقنية 3D او البعد الثلاثي، ويعمل بتقنية 2D او البعد الثنائي. بدأ تشغيل هذا الجهاز تجريبيا فقط في الوقت الحالي منذ 3 أيام فاتت يعني، والحمد لله أن كانت نتائج نتاعه والشغل نتاعه كويس. للنهاية للسفر غلاء فلوس ما هناك. أنا بروح اللي أحكي لك ساكن بالأجار، عندي حوش. أنا قالوا لي أطلع منه من نسكن في حوش شركة، وقال أطلع منه بال وأطلع منه، وهذا الوضع. والدوام ما لقينا باش نخلوه، قاعدين بيتين بلاش. بعد الفاصل دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية بسبها. نظمت بمدينة سبها سلسلة دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، والتي تدعمها منظمة الهجرة الدولية وتشرف على إنجازها جمعية صناع الحياة. مراسلنا في سبها واكب أجواء الدورة التدريبية وعاد لنا بالمزيد في سياق التقرير التالي. بارك الله فيكم. تسعى جمعية صناع الحياة في سبها من خلال هذه الدورة إلى تشجيع الشباب من أصحاب المشاريع الصغرى على زيادة مهاراتهم في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، من حيث حساب الربح والخسارة وآليات تطوير المشروع وتنميته بشكل مدروس. والله استفدت أول شيء كيفية إنشاء المشروع، كيف أنك تحسب الحاجات اللي تصرف فيهم والإيرادات والإدارة المالية، فكل الحاجات هذه تساهم في ان المشروع نتاعك يكون ناجح ويكون له عائد. وفي نفس الوقت يعني ضروري انك تطور مشروعك من فتره لفتره، مثلا كل 6 شهور تدير حاجه جديده، بحيث ان مشروعك يكون مميز عن المشاريع الاخرى. ليس المقصود هنا التميز في العائد الاقتصادي للمشاريع وحسب، بل تتجاوزه الى ان تكون ذات فائده مجتمعيه، وهو ما يعرف بريادة الأعمال الاجتماعية التي تجمع بين الرغبة في الاستثمار وفي ذات الوقت إفادة المجتمع. الريادة الاجتماعية هي أن يكون مشروع هي ما بين ريادة الأعمال وما بين اللي هو المجتمع المدني. يعني الأرباح تعود على المشروع، الأرباح تطور من المشروع. هذه نقطة في الريادة الاجتماعية. النقطة الثانية أن الريادة الاجتماعية عادة يكون مشروع ينعكس على المجتمع، يعني المشروع فيه منه فائدة للمجتمع، فيه أفكار إبداعية كبيرة من الشباب أن هم يحلوا مشاكل يعني موجودة في المجتمع، في نفس الوقت يسعوا أن هم يكونوا رواد أعمال. برنامج دعم المشاريع الصغرى تقدمه منظمة الهجرة الدولية وتشرف على إنجازه جمعية صناع الحياة،
التي تتابع 115 مشروعا في سبها والقطرون، يتوقع أن تنجح جميعها في توفير فرص عمل غير نمطية للشباب، ويرجى أن تقف هذه المشاريع لتحقق عائداتها وتستغني عن الدعم. لدبليو تي في عبد المنعم جهيمي سبها. شرعت مراقبة الاقتصاد ببلدية غات في توزيع الدقيق على المخابز، وذلك بعد وصول شحنة تقدر ب 600 قنطار من المخازن بالمنطقة الجنوبية ببلدية شاطئ موردة من قبل وزارة الاقتصاد بالمنطقة الشرقية. إحصائية بعدد المخابز العاملة بالبلدية للحكومة الليبية المؤقتة. طبعا استجابت الحكومة الليبية المؤقتة لهذا الطلب، وتم إرسال هذه الكمية عن طريق صندوق موازنة أسعار مكتب الشاطي، وإحنا اليوم استلمنا هذه الكمية، وإن شاء الله إحنا الآن بادين في توزيعها على المخابز العاملة بالبلدية، وإن شاء الله في الأسابيع القليلة القادمة عندنا كمية أخرى مقدمة من المنطقة الشرقية لكافة المخابز، حتى بعض السلع التمويلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وإن شاء الله سنباشر في توزيعها على المخابز والجمعيات البلدية. مستمرة وفيها بعد الفاصل مسلات المردوم تحاكي الحاضر بروح الماضي. مسلات المردوم أحد المعالم الأثرية في مدينة بني وليد، تقع على بعد 530 كيلومترا شرقي المدينة في وادي المردوم على الضفة الشمالية من الوادي، ويرجع تاريخها إلى أوائل القرن الثالث الميلادي. التقرير التالي يوضح لنا تفاصيلا أكثر عن هذا الإرث التاريخي. بصحراء وادي المردوم وعلى بعد 35 كيلومترا من بني وليد، تقع مسلات المردوم بالضفة الشمالية المقابلة لحصن أبي الأركان. يعتبر صرخ تاريخي كبير في المنطقة، ونتمنى من مصلحة الآثار أن تهتم بهذه المعالم اللي موجودة بها وتقوم بترميمها ووضع لها توثيق. مسلتان أثريتان في حالة جيدة وأخرى مهدمة، ثلاثتهما وسط الصحراء، تكاد تخلو من الزخارف سوى بسيط منها، نقشت على القاعدة والإطارات العليا. مسلات المردوم هي أحد الأنمطة المعمارية الموجودة مماثلاتها في مدينة صبراطة في الضريح البنيقي، وكذلك من حيث اللغة توجد بعض الكتابات والنقوش البنيقية التي تنتشر في هذه الأودية المحيطة بالمسلات. هذا النمط من الأضرحة التي تأخذ شكل مسلات يرجع تاريخ العديد منها إلى القرنين الأول والثاني الميلادي، ويطلق عليها النصب الجنائزية، ويصل ارتفاع بعضها إلى 6 أمتار وتأخذ شكل مثلث، غير أنه عثر على مسلة أخرى في المزارع المفتوحة في الوادي وبئر جبيرة ووادي العمود. المسلات المردوم تتعرض إلى مخاطر عديدة، من ضمنها المخاطر الطبيعية نتيجة الرياح والأمطار، ونلاحظ أن من نتيجة هذه المخاطر سقطت أحد هذه المسلات، المسلة الثالثة. دون حماية ولا ترميم تبقى مسلات وادي مردوم شأنها شأن الكثير من الآثار الليبية، تحارب الإهمال والتخريب ليبقى منها فقط صفة الأثر.
اسمه الحقيقي عمر الصادق الورفلي، واسمه الفني عمر المخزومي. ورد اسمه في قائمة فهرس رواد الفن الشعبي، ومن أشهر أغانيه جيتي وجيتينا. ننتقل لنتعرف إلى الأحوال الجوية مع الزميلة نيرفانا. مرحبا إيمان، مشاهدينا الكرام مساء الخير عليكم. نستعرض معاكم اليوم أحوال الطقس ليوم الغد. الطقس ممطر على أغلب مناطق شمال البلاد، مصحوبا برياح نشطة إلى قوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. الأمطار تكون غزيرة على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر. في الشمال الغربي هطول أمطار متفرقة من حين إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة اليوم وغدا على بعض المناطق، مع احتمال تكون شبورة مائية على المناطق الساحلية والضباب على مرتفعات الجبل الغربي. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية أحيانا إلى خفيفة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و15 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية. الشمال الشرقي هطول أمطار على أغلب المناطق، من المتوقع أن تكون غزيرة على بنغازي والجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبة البرد أحيانا، مما قد تسبب في جريان بعض الأودية. الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية أحيانا على بنغازي والجبل الأخضر، قد تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و15 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على الجبل الأخضر، وتتراوح بين 16 و19 درجة مئوية على جالو والجغبوب. الجنوب الغربي قليل السحب، تتكاثر على غدامس والحمادة والجفرة مع فرص هطول أمطار متفرقة. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على الحمادة. أما عن الجنوب الشرقي، السماء قليلة السحب، تتكاثر أحياناً. الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية. أما عن درجات الحرارة في باقي المدن الليبية، نبدوها بنالوت فهي 7، أما عن زوارة فهي 13، وفي يفرن فهي 7، أما عن السباعة فهي 13، وفي غريان فهي 8، أما عن الخمس فهي 15. وننتقل إلى بني وليد فهي 9، ومصراتة 15، وأباري 8، أما عن بنغازي فهي 12، وفي هون وجالو 13. وبذلك انتهت نشرتنا الجوية، عودة مرة أخرى إلى إيمان. نصل بحضراتكم إلى نهاية هنا ليبيا لليوم، إلى أن نلتقي غدا، دمتم في أمان الله.